اسامه ايش تسوي اسامه؟ اوقف يا معود بس اضبط الفوكس، اهم شيء الفوكس انت متعب. اقول لك بس انت شلون راح تخفي الكاميرا؟ ها راح احطها بقميصي. قميصك متبين؟ ما تبين. اقول لك شوف اخوها ما مبينه. لا 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 ما مبينه بس لحظه اشوف. هاي ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ بص هاي اقول لك خرب عندك الفوكس هاي معود. عاد اقول لك ترى هاي راح تقوم تقطع شوي. مشاهدينا احنا هسه حنروح نسوي تقرير عن ما يجري في المساج الصيني. الاشياء الخطره البي والغريبه. قد يكون هذا اخر تقرير بحياتي. تعالوا يانا. يلا بسرعه بسرعه. تسلل كادر البشير شو اليوم إلى أحد أخطر المناطق في العراق من أجل الوصول والتقصي على الحقيقة المخفية. يلا فضني ما تقولش ده تسوي. يلا وقف بس ده ضبط يا معود. يلا كيو وقت المصورين هي دقمة تدوسه وخلص. يلا فوت فوت. مشاهدين الكرام ابقوا ويانا حنشوف هذا المكان وشنو بيجوا. يلا تفضل يا عملي تفضل. تفضل يا عملي شو مو صيني هذا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا شلونكم شباب؟ انت مبينين عليكم انت اول مره جايين هنا. صحيح. شو مرتبكين؟ صحيح. قولوا لي ايش تردون؟ احنا نريد مساج صيني عندكم؟ اخوي احنا ما عندنا غير بس صيني. بس صيني؟ بس صيني. مشاهدين الكرام لقينا المكان المضبوط. ذكرتني بشغله انت تحكي ويا قميص صاحبك؟ انا عندي دبدوب صغير. اسولف وياه مرات بس ما يجاوبني بس هالمرة صاحبك قميص صاحبك يجاوبك ما اعرف. استريحوا ساعة ويجي دورك. ساعة كاملة؟ ساعة. كان واضحا ان موظف الاستقبال مغفلا ولم يكتشف الكاميرا. واحد اثنين ثلاثة. وبهذا نكون قد نجحنا في التسلل الى داخل اروقة المكان الغريب حيث لا نلاحظ ان هناك احدا في المكان. إنه يبدو أن هناك شخصاً ما حكم في الكفنة لو شنو؟ أنت وخرت وين لازق بيه؟ شو يقولون علينا العالم؟ أقول لك فوت أنت قبلي حكم عينك إيش تسوي ما تقول لي؟ بدنا نتخفى بس وقت لعب الكف صدح تعال تعال يلا يا معود أسوق تضبيط كاميرا وقف مشاهدينا هسه رايحين للأخطر للأرعب ظلوا ويانا رجع الكاميرا بقميصك يلا مشي لازم نلاقي النبي فتش. صب طلع التليفون صورها ودحنا نتفرج عليها. تحيا وسيم. صيني. وهذا بس ما نشوف. صيني. صيني. أخيرا لقينا واحد صيني. احكي لنا عن المساج الصيني. Something ding la, something dong lay lay dong lay lay, ah lay lay lay. Something ding la, something. Listen, listen. Come lay lay, come lay lay. ايش ده تسوي؟ اوقف بس ده اشوف هاي الكتاب شنو غريب. تعال. مشاهدينا هسه حنشوفكم اشياء غريبة جدا موجودة بهذا المكان. تعالوا يانا. شوي شوي. شوف هذا البوري وحتى اركب مشتغل ما اعرف ليش. شكلك واحد جاي ارجع. بالرغم من كثرة العقبات والمخاطر التي واجهها كادرنا لكن تمكنوا أخيرا من إجراء مقابلة مع أحد زوار المكان. حضرتك زبون هنا؟ زبون. لا تخاف لا تخاف خلاص أمان أمان ما لقفنا ولا شيء. سؤال أنت أصلا ليش إجيت لهذا المكان مال المساج الصيني؟ يقولون هنا مساجهم يونس ويريحون هنا وايدهم ناعمه وزين ويعلقوا لك اغاني. انا جاي دا اشوف الاشاعات اللي تطلع بالمساج الصيني واللي لازم نتحقق منها من اجل بناء مجتمع افضل. بس شنو؟ يقول لك اكو وحده هنا تسوي اشاعه كلها خرافيه بس ما ادري وينها. مشاهدينا لازم نتاكد من الحاطة من الاشاعه. هاي شنو هاي كاميرا؟ كاميرا مشاهدينا ماكو اي شيء هنا والمكان نروح المكان احسن واقرب واخطر. يلا تعالوا يلا. تعال تعال وين تصور بس تعال. هذا باب؟ يدري هذا باب لا تشيله. لك اعرض. مشاهدينا هسه راح نفتح هذا الباب ونشوف شكو.
الله ويلي. اخيرا اشاع على ايدينا. اخيرا مشاهدينا المشاهد الجايه حتكون زائد 18 كلها. دوخر هيجي قاعد طلع اصوات مصور ما انت. قوم خفوت هسه كاميرا هسه اوكي؟ اي ضبط الفوكس. اقول لك شو رايك تروح هسه انا احكي وياها ناخذ منها كم كلمه ونجي. ليش انت تروح وانا اجي وراك؟ لو سمحتي؟ تعال خل ادلك لك. حكم واحد اثنين. يبدو أن كادرنا قد انكشف أمرهم وسيأكلون. سلب لي القميص. حكم أقول لك هذا واحد خل نحكي وياه والكي طلعنا من ناشي. شوف مشاهدينا يعني بدأ تعب لك وش تعب بس. مرحبا. أوه تم ليلة سون ليلة دفرة بوتشي لو العلاء تم ليلة 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 ولازمنا لا نعرف ما الذي يجري داخل قاعات المساج الصيني المنتشرة في العراق، ولكنني مصر على الذهاب إلى إحدى قاعات المساج الصيني.